بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. النهاردة وأنا بقلب في الفيسبوك كده ظهرت قدامي صفحة من الصفحات اللي هي بتعمل مواقف فيك، يعني مواقف مش حقيقية عشان تجيب ريتش وتعلي الريتش بتاعه والكلام ده. طيب الصفحة دي اسمها إقامة تقريبا، حاجة زي كده. في واحد يعني كاتب دلوقتي: أنا كاتب كتابي على خطيبتي، جيت أبوسها قالت لي لأ حرام، قلت لها أنت بقيتي مراتي خلاص، قالت لي لما أكون في شقتك. هو فعلا حرام ولا أبوس عادي؟ طيب دي حاجة من صميم الدين، يعني الراجل بيسأل، وإن كان السؤال ما ينفعش كده، يعني كان الأفضل إن هو يروح لشيخ يسأله بينه وبينه، تمام، يقرأ في كتب، في كتب بتتكلم في الحاجات دي كتير، لكن هو فضل إن هو يكتب على الصفحة دي، أو إن الصفحة تألف الكلام ده، يعني بما إنها عايشة في مصر يعني، وإحنا بسم الله ما شاء الله علينا أساتذة في الكلام ده. فيعني عايز أقول لكم إن الردود وصلت 4934 تعليق. اختلفت بقى اصناف الناس في الموضوع ده، ما بين بقى مؤيد، ما بين واحد بيفتي، وما بين واحد بيهبد، ما بين كلام الدين، ما بين ناس معترضة على كلام الدين، ودي حاجة صعبة جدا طبعا. طيب خليني اقول لكم بقى يعني اللي حصل، يعني خلينا نبدأ كده بكلام الدين. كلام الدين فيه شيخ، وده باين من ان هو لابس الائمه الازهريه المحترمه الموقره، وباين اكتر من كلامه، يعني كلامه اكتر بيدل على ثقافته وعلى هو جاي منين. راجل بيقول: اولا مبارك عليكم العقد، راجل محترم طبعا بدا بالمباركه. ثانيا: هذه زوجتك على سنه الله ورسوله. ثالثا: بالخلوه معها وجب لها كامل المهر وكامل الميراث شرعا. هنا بيتكلم على الشريعه، وخلوا بالكم ان الراجل بيتكلم باسم الشريعه، تمام. طيب رابعا: تقبيلها ليس حراما الا ان فيه حرج، ومنعه افضل سدا للذرائع لانه مقدمات للجماع. الراجل بيتكلم من وجه، يعني بيتكلم من الشرع ومن الدين، بيقول هو مفيش حاجه، بس ده بيأديك لخطوات تاني، وانت لسه ما خدتش الاذن من ابوها في الخطوات التانية، انت كتبت عليها لكن انت ما اذنتش والدها او اهلها او ولي العهد او اللي في ايده الحل والعقد ان انت تخش بيها الدخول الشرعي. طيب خامسا: هل تأمن على نفسك عدم التمادي والتطور؟ وبعد كده لا قدر الله حصل حاجة، هي هتعمل ايه؟ هي هتروح فين؟ حصل كتير، مواقف كتير بنشوفها في حياتنا، ان الشاب بعد ما كتب كتابه دخل بالبنت، ما هي مراته بقى، وبيخرجوا وبييجوا براحتهم، بيروح شقته وبينقل عفشه، ومش عارف بيسافروا اسكندرية يشتروا سمك، وحاجات غريبة كده بتحصل طبعا. فممكن يدخل بيها في مرة من المرات عشان هو في اعتقاده ان ده حلال ليه، ونفاجأ بعد كده ان البنت حامل وان هي لسه ما تدخلش بيها، كل اللي حواليها بيبصوا لها نظره دونيه طبعا، انت ما دخلتيش، انت جبتي ده منين؟ ففي قصه كده مش حلو. سادسا: العرف يرى فيه منقصه لاهلها وعدم تقدير لهم. كده نقل من الشرع للعرف، الراجل بيتكلم بالعرف. العرف ان انت قعدت مع رجاله حطيت ايدك في ايدهم وقلت لهم والله انا هكتب على بنتكم، لكن الدخله بتبقى بعد الزفه مثلا او بعد الاشهار، باي شكل من الاشهار، تمام. سابعا: هل ترضى ذلك لاختك او بنتك او بنت اخيك او بنت اختك؟ يعني الراجل جابها له زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال للراجل لما جه قال له: ائذني في الزنا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، فقال له: اترضاها لامك؟ اترضاها لاختك؟ اترضاها لبنتك؟ فقال لا. فالراجل دخل من نفس المدخل، ودي سنه ان انت تخش من نفس المداخل ان كان ينفع، من نفس المداخل اللي دخلها سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ثامنا: بارك الله لك في زوجتك وأدامها لك عفيفة حيية، وبارك الله في من ربها وأنشأ على هذا، وبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، تحياتي لك. ده كان الشيخ هاني عبد المعطي الريدي، ده كلامه. طيب لقينا بقى هجوم، في ناس بتأيد طبعا سيدنا الشيخ، وفي ناس بتهاجم مهاجمه صريحه: اصل المشايخ بتوع اليومين دول بيقولوا، اصل المشايخ على اختلاف مذاهبهم ودقونهم بيقولوا مش عارف ايه. الكلام ده مش صح، يعني بلاش تقعد تقول المشايخ بيقولوا. في ناس تاني بقى يعني خدت طريق الاستظراف، وده يعني حسبي الله ونعم الوكيل، هقول لكم قالوا ايه دلوقتي. في واحد صحي من النوم فجاه كده اسمه استاذ محمود، بيقول لهم: خير يا جماعه، في ايه؟ حضرتك مكتوب في المنشور فوق في ايه؟ طيب يعني لسه صح، طب ما تقرا فوق وبعد كده على، ولا انت قلت حل اعلق الاول وبعد كده اشوف الدنيا هتمشي ازاي؟ طيب في ناس طبعا بتأيد. في حد بقى يعني، ودي بنت تمام اسمها اميره، بس اميره دي مش مصريه، يعني اميره دي بتقول كل ده كرمال بوسه، فعلا يعني حضرتك مش كرمال بوسه، كرمال دين وشرع، احنا بنفهم ديننا وشرع. في حد تاني اسمه حماده،
استاذ حماده بقى بيقول له عادي بوس وانبسط حلالك واي حد يقول لك غير كده متخلف. طيب ده الاستاذ حماده ده بيالف طبعا وبيتكلم من منطلق الغريزه بتاعته، ما بيتكلمش لا من شرع ولا من دين ولا اي حاجه. وعايز اتكلم بقى في النقطه دي، في حاجات كتير قوي بتبقى مش جايه على هوانا واحنا بنحس ان هي يعني ما تنفعش، وان الدين عمره ما قال كده. اقرا الاول، اسمع راي الدين الاول. انا هقول لكم على موقف حصل معايا انا شخصيا من 3 4 ايام كده. كنت بسمع في اذاعه القران الكريم، وبمناسبه اذاعه القران الكريم، اذاعه القران الكريم اليومين دول بتنزل اعلانات، وده مش مجالها، يعني مش مجال الاعلانات ان انت تسمع، تبقى قاعد بتسمع قران وقال الله وقال الرسول طبعا، ودي حاجات حلوه، وتلاقي ان في اعلان، ده مش حلو بصراحه، يعني انا مش حابب الموضوع. المهم وانا قاعد بسمع في اذاعه القران الكريم كان في شيخ بيتكلم على سوره الكهف وعلى اهل سوره الكهف، اهل الكهف، الناس اللي دخلوا الكهف، هل هم، حد كان بيساله، هل دول فضلوا على هيئتهم السنين اللي هم فضلوها، سواء 300 سنه 309 ايا كان، لا يعلمهم الا الله سبحانه وتعالى، هل هم فضلوا بهيئتهم اللي دخلوا بيها الكهف ولا اتغير؟ انا طبعا قبل ما اسمع اجابه السؤال قلت لا طبعا، يعني 309 مثلا ولا 300 سنه ولا حتى 10 سنين اكيد شكلهم اتغير، ده طبيعي يعني بالعقل كده. لقيت ان الشيخ بيقول ان العقل بيقول ان تتغير، لكن اللي حصل حقيقه ولان دي معجزه الهيه ما اتغيرش. طبعا انا قاعد بسمع قلت لا ده اكيد ده الشيخ ده ايه يعني جانبه الصواب، او ما خدش باله مثلا، او ان في حد قال الكلام ده قدامه، بس هو اقنعني في الاخر للامانه. يعني الراجل اتكلم وقال ان هم لما صحيوا اتكلموا مع بعض قالوا يعني كم لبثنا، واحد بيسال ما هو حضرتك لو باين عليه، لو هو قعد 10 سنين ودقنه بقت قد كده ومطرب ومغبر وحاجات كتيره، اكيد هيبقى باين عليه ان هو بقاله كتير. لكن التاني قال له لبثنا يوم او بعض يوم، يعني احنا حضرتك بقالنا يوم 24 ساعه او جزء من النهار، نمنا الظهر صحينا العصر مثلا، صحينا بعد المغرب كده. فتخيل ان دي الاجابه الصحيحه، ان هم هيئتهم ما اتغيرتش. وده اللي يعني بدعو للناس، ان انت يعني ما تشغلش مخك في الحاجات اللي فيها نص، لكن الحاجات اللي فيها نص حضرتك ما تشغلش مخك، ارجع للدين وهو هيثبت لك اللي انت عايزه، هو هيقول لك الحاجه الحقيقيه والحاجه الصحيحه. خلينا اكمل لكم التعليقات، لان بامانه يعني في تعليقات جميله جدا. في حد اكونت اسمه رياض الصالحين بيقول هذا كلام شخصي بينك وبين زوجتك، فكيف ترضى ان تفصح عن هذا للناس وهو في الشرع عوره وحرام اطلاع الاخرين عليها؟ كلام محترم جدا طبعا، وكلام نرفع له القبعه. طيب الطيب الخطيب اسكندريه بيقول لو ان الامر مع اختك اكنت ترضاه مع خطيبها، استقم يرحمك الله، من باب يستره الله فيصبح ياتيك ستر الله عليه فهذا لا يدخل الجنه. يعني الراجل برضه بيقدم له نصيحه كويسه. في حد تاني بيقول له توكل على الله وبوس ربنا معاك، حضرتك بتدعو للرذيله، يعني الناس اللي عايزه ان الفاحشه يعني تنتشر في خلق الله سبحانه وتعالى دول عذابهم كبير جدا. حضرتك يعني انت مفكر ان هي بوسه والسلام وعدت، ده شرع ربنا، احنا بنتكلم هنا على شرع ربنا. اولا انا حابب اثبت اعتراضي على الصفحات دي، الصفحات دي بتدور على الريتش، الصفحات دي بتدور على ان هي تجيب ناس متابعين وناس تعلق عشان تتباع بعد كده. والله الصفحات دي فجاه بتلاقيها اتباعت مش عارف لمنتج الفلاني ولا المنتج العلاني، ودي حاجات ما بحبهاش. فاتمنى ان انت ما تنسقش ورا الموضوع ده، سيب الناس المختصه ترد، زي الشيخ الريدي ده يعني ربنا يجازيه خير يا رب، رد معتبر ورد محترم، قال راي الشرع ايه وراي العرف ايه ودعا لهم وقال له تعمل معاه ايه. اللي لفت نظري بقى ان في ناس كتيره قالت روح بوس ايد ابوها وامها اللي هم ربوها على هذه الاخلاق عشان انت ربنا رزقك بالزوجه الصالحه. اخر كلامي سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.